جمال، قصة سجن بالمؤسسة العقابية لم تثنيه مدة قضاء سنوات طوال للعودة والاندماج في المجتمع. متحصل على شهادة جامعية وأزيد من 10 شهادات في اختصاصات مختلفة، فبإرادته القوية غير من مفهوم الدخول إلى السجن من نقمة إلى نعمة. كون لنفسه أسرة ويطمح إلى إنشاء مؤسسة مصغرة، وهذا بمرافقة ودعم من الدولة. الحمد لله على كل حال، كنا في مؤسسة العقابية تزولت، كنا مختلفين عن في المؤسسة على الزملاء الآخرين، اندمجنا وتحصلنا على شهادات في مختلف السير مثل الطبخ، الألمنيوم، النسيج وغير ذلك من الشهادات، وتحصلنا على شهادة جامعية في اليابسية في عنو الأعمال. كنت أسرة وخدمنا شيء المحل هذا شوية بشوية، خدمنا من الحلال واندمجت في المجتمع. فبالرغم من ظروفه الاجتماعية الصعبة وعدم حيازته على سكن يأويه هو وأسرته، لم يمنعه ذلك من مواصلة تحدي صعاب الحياة قصد الاندماج في المجتمع. راكم تشوفوا وراني ساكن، يا ريت الدولة تنظر لي بعين الاعتبار وتمنح لي سكن لائق لي ولي الأسرة تاعي، أنه راني كاري وما قدرتش على المصاريف. الحمد لله، نتمنى تعاوني الدولة وتشوف لي بعين الاعتبار، وحاب نندمج أكثر في المجتمع تاعي، والحمد لله كل حال. جمال وأمثاله من الأشخاص الإيجابيين الذين لم يستسلموا في العودة إلى حياتهم الطبيعية، في انتظار مرافقة ودعم حقيقي من السلطات المعنية.